أنا أعرف التراني لا يكفي 10 ولا 20 ولا 30، لكن بدنا نحاول نسدد ونقارب. ثلاثة ترابط. أيوه ثلاثة ترابط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا غيرت الجزء العرض بناء على ما سمعته امس، لكن حامشي فيه بسرعه مش هقدر اقول. اولا نحن نعمل في مناخ تحكمه سياسه محاربه الارهاب. هذه السياسه قد توقف اي عمل دون ان تبدي لنا اسباب. دي قاعده، الذي لا يفهمها لا يعمل في عمل الغزو. ألا ينخرط لمحاذير، وأنا داخل في المحاذير على طول، في العمل الإغاثي خاصة في مناطق النزاعات الهواة أو من أسس جمعية لمدة شهر أو شهرين وحسب أو حسبوا أنهم قادرون على العمل في مناطق الصراع. دي محاذير ثانية قبل ما نبدأ في الإيه؟ في العرض. ألا يصير في هذا العمل خلط بين عمل إنساني الإغاثي السياسي الدعوي العسكري، خطوط حمراء ما فيهاش نزاع. أن نعرف مفاتيح البوابات اللي هنسميها الجيت كيبر في كل منطقة، في مجموعة تفتح الباب وتغلق الباب. كيف نتعامل مع هذه المجاميع دون أن نصنف بأننا إرهابيين؟ عدم العمل في أي مكان من هؤلاء بدون تصريحات أمنية. الإغاثة زي ما أخونا محمد وأخونا سالم قالوا ليها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وكذا واستخباراتية وكله دخل فيها كل حاجة. مفهوم التنمية مش هو المشروع. بنعمل مشاريع. تنمية معناها برنامج 5 سنين 10 سنين 15 سنة لتغيير المجتمع اللي احنا بنشتغل فيه. اما اروح اعمل لي مشروع لمدة 6 اشهر وانا بعمل تنمية، ده مفهوم خاطئ. نبدا بقى ايه؟ في ال 10 دقايق كده يا عمار. عم ضحك اهو. لا ما تحبش تبقى 20 دقيقة. تمشي ازاي دي؟ كده؟ لورا؟ كده؟ الوضع ده غيره الحركات دي. بس انا همشي بسرعه كده، كلام انا كاتبه كتير وانا من الناس يعني ايه؟ اي عمل يقاس بمدى تاثيره. واحنا في كثير جدا من اعمالنا لا نقيس الاثر. ده خطير جدا سواء كان عمل اغاثي او عمل مشاريع تنمويه اجتماعيه. طيب هنمشي كده، احنا لا نختلف عن هؤلاء. لا نختلف عن هؤلاء. دي قلت لك انا كان برزنتيشن اصلا عن ما بين الضوابط والضروريات اساس، او اللي هو الهدف من كل هذا هو الشخص. طفل، امراه، شيخ، رجل او شاب. شخص نعمل كل شيء لان هذا الشخص هو صاحب المال. اللي بيدفع لنا مرتباتنا، اللي بيدفع لنا تذاكر طياراتنا، اللي بيدفع لنا بينفق علينا اللي هو اللاجئ. نحن نعيش ونصرف على انفسنا من اموال اللاجئين والنازحين. طيب التعريفات كلها اللي بعده اللي بعده. طبعا دي 13 نقطه انا كنت كاتبها عشان ايه في العمل الاغاثي، بس مفيش وقت طبعا، فانا همشي في بعض النقاط منها سريعا علشان انا عندي رؤيه. طبعا متطلبات اغاثه انتوا عارفينها. اهم شيء كان بيتكلم فيه اخونا سالم، ان يكون في اصلا قرار في الجمعيه بمبلغ محدد يصرف لاي كارثه، ولا نحتاج لاي مجلس اداره. يعني الجمعيه تقول والله اي كارثه في العالم انا بطلع ميزانيه مبدئيه 20,000 دولار، مش محتاج ان انا اكلم المدير التنفيذي ولا اكلم مجلس اداره ولا اي حاجه، اشتغل بيهم وبعدين بعد كده يجتمع المجلس بسرعه عشان يقرر بقى ايه العمل. ده لابد يكون موجود.
طبعا انت قريت الكلام ده كله محسوب برزنتيشن، لان ايه انواع الاعمال انتوا عارفينها طبعا اكتر مني. ننتقل الى فيما بعد، مش كده يا روان؟ لحد نستجيب لاي كارثه. احنا في كل حته رايحين بنعمل اي حاجه، وبعدين عبد الحين يقول لك ايه، اي حاجه اي حاجه كل حته اي حاجه بنخش نعمل بطاطس، نعمل بطيخ، نعمل شمام. ترجمي يا اسمها ايه؟ يا نور بترجمي؟ ماشيين كده بالشبر ولا اي حاجه، لان الاجازه بتجيب فلوس سهله، ولان الاجازه بتجيب وجاهه، ولان الاجازه بتجيب انا يعني انا 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 ده خطوره جدا. فعشان كده في اي حاجه بنعمل نخش في المجالس نتكلم عن انفسنا ونستفيد من اللاجئين وقضاياهم، ده عمل الانسان. اماكن الاغاثه انتوا عارفينها، سرعه الاغاثه اتكلم عليها اخونا سالم، بس السرعه حتى مش مهم مجمع مجلس اداره، ده في اجتماع يكون على الكونفرنس كول 24 ساعه. طب وانت في مجلس اداره ليه؟ عشان اسمك عضو مجلس اداره؟ ولا اسمك رئيس؟ ولا اسمك مدير؟ في مجلس اداره عشان تخدم في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان. وانت بتتكلم عن حاجه النازحين واللاجئين، قاعد في البيت نايم؟ ممكن يكون الاجتماع كل ساعتين نتيجه للحدث بتاع الاجازه او الكارثه نفسها. انا بتكلم كل ده في قبل ما ندخل ايه الحته الايه؟ الصراعات. ضوابط اتخاذ القرار كثيرة موجودة طبعا، يعلمنا فيها كل الإخوة اللي موجودين هنا أهو. أهم حاجة فيها القواعد البشرية والقوانين واللوائح، تكملة الضوابط دي كلها تكون عندنا، نضع ضوابط إزاي ناخد القرار بتاعنا. هنا أهم ضابط في الضوابط دي كلها أنا ركزت عليها هو الحوكمة، وأساسها بتشتغل إزاي. قاعدة الحوكمة هي التمكين، قاعدة الحكامة هي التفويض بس خلاص. أنا كرئيس مجلس إدارة مفوض المتطوع ده اللي اتدرب إنه ياخد القرار، ما جعليش. جعلي ليه؟ هو مش أقل مني، لكن عمل من غير تفويض، عمل من غير تمكين لن يتم، وده اللي حصل كتير جدا مؤسستنا العربية بالذات. تمكين والتفويض. ودي تلاقي الحوكمه من الضوابط. كل واحد فينا راجع جمعيته. هل اتخاذ القرار كثيره زي ما انا قلت تجتمع على الهاتف او التواصل الالكتروني الى اخره. ضروره التحرك السريع، هل احنا بنتحرك علشان ابقى انا سمعت رواد قطع في التلفزيون قبلها يبقى انا بتاجر بالقضيه، او عشان اخد المال قبل جمعية قطر ما تاخده يبقى انا بتاجر، يبقى النية مش مظبوطة. النية مش مظبوطة وده اللي بيفسد العمل. يكون ايه؟ اصلاح خمس دقائق طبعا كده حاضر مش عارف. فهل احنا بنجري بسرعة عشان ايه؟ النية اللي عندنا. أدارة الطوارئ طبعا أهم حاجة فيها إن يكون عندي فريق جاهز من الموظفين ومن المتطوعين. أنا عاوز أدرب الناس خليهم يستعدوا لأي لحظة يكونوا معايا كافة التخصصات. إيه اللي فوق ده؟ إيه اللي فوق ده؟ في حاجة فوق، في عنوان الحتة اللي فوق دي مش شايفينها. خلاص مش مشكله. انا بس انا قلت لك ان هو ان من المحاذير دي قد تكون من المحاذير. تقول لي محاذير 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 محاذير. الا يتحول العمل الانساني لعمل تنافسي، وده اللي حاصل في كثير من جمعياتنا. وان ننصاع لضغط المتبرع اللي هو الايه؟ مانع. انا عايز ابني مسجد، طب القريه فيها 50 مسجد، لا حجم مسجد. فقد يكون رغبه المتبرع مدمره للمؤسسه. دي نمره واحد، بس كلهم يعني. ان يستعمل اللاجئ والنازح كسلعه.
اللاجئ ده مشاعر واحلام وعائلات وكل شيء لا يقل عنا باي شيء الا ان الله سبحانه وتعالى امتحنه ونحن ممتحنين بخدمته. بنستعمله كسلعه عشان نبكي الناس لكن مش عشان نعيش الالم نفسه. دراسات الابحاث تقييم الاليه المحاسبيه قرار السياسه من داخل المؤسسه قد تكون مؤسستنا لا يؤخذ القرار من داخلها لكن من خلال من داخل مؤسسه اخرى. وده اللي ايه؟ المحاذير الامنيه. عدم الاشراك الاخرين معنا يكون لنا موقف سياسي. العمل الاغاثي الانساني ليس له موقف سياسي او موقف حزبي او موقف طائفي على الاطلاق. هو في اطفاء من اراد ان يعمل فيه. نشارك المسؤولين المحليين. نشارك مؤسسات المجتمع. كل الحاجات دي تعتبر محاذير. محاذير محاذير. فطبعا نظر الوقت مش قادر ايه؟ اطول فيها. نظر المستقبل ده انا عايز اتكلم فيه. لا خلاص قبل خلاص. هل الازمه السوريه هتنتهي هذا العام؟ ولو انتهى هل نحن مستعدون لما بعد انتهاء الازمه السوريه؟ ولا نحن ما زلنا نقنطن على ما كنا نفعله من قبل؟ ده سؤال لازم يتسال. كل الاسئله دي فيها عندنا احتياط استراتيجي دلوقتي. كل جمعيه من الجمعيات نبدا كلام دكتور امبارح عن مؤتمر مانحين في لندن بعد اسبوعين صح؟ المانحين دول معاهم اللي ايه؟ العجمه الكبيره دي اللي فيها المليارات. مش هيعطوا الا اللي موجود على الارض وعنده ميزانيه بعد الازمه الايه؟ الطارئه. لو احنا خلصنا كل ميزانيتنا دلوقتي وما عندناش حدث استراتيجي نستمر بيه لمده 6 اشهر ولا سنه بعد انتهاء الازمه مش هاخد حاجه من الكيك. حكايه اسس ما بالكيك يديك ما بالغيب دي حلوه بس ما بتنفعناش في بناء المجتمعات. هل ده تصور لسوريا ما بعد الحرب؟ انا مش هجاوب على الاسئله دي. في ساعه النزاعات انا بقول ده رايي الشخصي ومؤمن بيه من لا يريد ان يؤمن به هو حر. لا تصرف الاموال كلها في الاغاثه. على الاطلاق رايي وقد تختلف فيه معايا. ولا ايه البلد الثاني ولا ايه الود القضيه ولا ما بيقول في ايه؟ اختلاف لا يفسد الود القضيه. كملت يا محمد انت. 70% فقط اغاثه. 20% اخذ بها قدرات الشعب المحتال النازحين واللاجئين و10% للتنميه. مفيش تنميه حطها في استراتيجي لما بعد الحرب ما تقف. لكن اصرف 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 والاخر مفيش ابقى فنكوش. عارف فنكوش؟ فيلم الفنكوش المفروض عند امام يجي هنا. بعد الازمه بعد الأزمة لابد أننا نضع استقراء لكيف نبني مجتمع، كيف نبني وطن، كيف نبني شعب. مش هتبني في يوم ولا في شهر ولا في سنة، هتبني في سنوات. ولابد أيضا نقسم ميزانياتنا حسب الحاجة بتاعت الناس. أنا أهم خط عندي هو الخط اللي في الوسط اللي هو بتاع التأهيل وابناء المجتمعات والتدريب. قد يسالني الاخ منكم او الاخت منكم طب انت ليه ما عندكش مع التنميه؟ لو اتحط مع التنميه التنميه هتاكل لان التنميه مشاريع عملاقه. لكن رمانه الميزان في الوسط ان فلسفه التدريب وابناء القدرات وابناء الجمعيات وابناء مؤسسات المجتمع المدني هي تكون لوحدها لا تمثل لان ده خط استراتيجي. الاغاثه بنأكل التنميه بنعمل مشاريع بنمشي خلاص تقريبا خلاص. فلابد انا حطيت الخط ده ما وصلتوش بالخط بتاع التنميه اللي فوق بعد الحرب علشان يبقى واضح عند كل مؤسسه دي ميزانيه انتشر لا تمثل.
وده أسوأ حاجة عندنا في مؤسستنا. نحن لا نصرف على بناء قدرات الأفراد، لا نصرف على بناء قدرات الجمعيات، لا نصرف على إنشاء جمعيات محلية وطنية سواء كان في سوريا أو في لبنان أو في أي مكان في العالم. النوع ده عملنا تنمية ولا بنعمل مشاريع. طبعا دي التقسيمه نفسها هي هي، بس الحركه الثانيه يعني دي حركه ثالثه هي لما حركات يعني بتاع الحركات بتاع الحركات الاهلاويه فلوس كبيره وخلاص انا خلصت معاكم منها فلوس كبيره هي نفسها. طيب ارجع ااكد دول ثاني، هل لدينا خطه برامج مشاريع لدينا استراتيجيه طبعا وقت النظام المسلح ومن الوسائل. وأخيراً أشكركم وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم.